رنوا كل مجموعات يعني ولا كان قعدنا اسبوع نتمرن مجموعات؟ كان شكلي كل اربعه مع بعض بيتمرنوا. لا كل كنا مجموعتين، كنا مجموعتين نتمرن على ميعادين. ميعادين مرن الساعه 8 ونص مرن الساعه 10 ونص. اوكي اوكي. لحد ما عملنا المسحه وكله بقى تمام، كله تمام وطمنتوا. قعدنا اسبوع كامل وبعد كده عملنا مسحه، وبعد كده عملنا مسحه ثانيه، وبعدين كده خلاص بقى المسحه الثانيه كله بقينا مجموعه واحده، بس برضو بناخد بالنا واحنا في التمرين والكلام ده كله. بس الفتره دي طبعا لازم ناخد بالنا، والناس كلها بصراحه ماشيه على النظام يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني ويبعد عن اي حد حاجه وحشه يعني. لا ان شاء الله ان شاء الله كله يبقى تمام ان شاء الله. قولوا لي بقى، عايزين تقابلوا الزمالك في نهائي افريقيا ولا عايزين تعملوا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله. شفت عم؟ تبقى نهائي مصر طبعا، تبقى حاجه سعيد كويسه. سعيد قوي كابتن عمرو، مصر ان شاء الله كان شاء هو الله. طبعا يعني انا بالنسبه لي ان اثنين مصريين بلدنا من مصر يكونوا كده موجودين، وان واحد منهم ايا كان، كلنا نتمنى طبعا النادي الاهلي ان الكاس ما تخرجش بره مصر، ده مهم جدا. اكيد اكيد. فشايف المباراه يعني مباراه قبل النهائي دي ازاي؟ يعني انت شايفها ازاي؟ خاصه المباراه بره في المغرب. لا طبعا احنا لعب فرقه الوداد دي طبعا فرقه محترمه جدا، واحنا على طول الفتره اللي فاتت دي كنا بنلعبها، وطبعا احنا يعني شبه احنا عارفينها كويس. الماتش بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه لا هيبقى مختلف تماما، ان هم مركزين جدا اللعيبه. خلي بالك جريدو طبعا هو جريدو يعني لعب معانا النادي الاهلي، لا لا كمان لعب الساحلي هناك بالظبط، وكمان هو يعني بيستخدم دلوقتي اساليب ان هو بينرفزنا في الملعب. والله طبعا ماتش النجم الساحلي هناك كان ما كانش ماتش سهل على فكره، ده قبل الماتش ولا بين الشوطين؟ لا 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 في الملعب، في الملعب يعني في اللعيبه جدا ان هم يلعبوا علينا جامد والكلام ده، كان ماتش كله كان ضرب هناك. ده بيغل بقى. لا هو عارف ان هو هنا برضو، احنا برضو كنا هناك بصراحه، كنا يعني اللعيبه كانت مركزه، بس حصل بالطرد بتاع ايمن يعني حجبنا شويه طبعا. طبعا بس احنا عملنا ماتش كويس جدا هناك، وكنا احنا اللي ماسكين الكوره، بس لما جم هنا برضو احنا عملنا عليهم ماتش كويس جدا. لا طبعا هيبقى ماتش قوي طبعا، نصف نهائي طبعا اللعيبه كلها مركزه، بس احنا هنركز في الدوري الاول ان احنا يبقى اعداد للماتش ده، وانا شايف كده ان شاء الله خير. طبعا ماتشات الدوري دي كمان هتقومكم يعني، حتى كنت بتكلم مع بايلر ان